إن الشيخ صلاح زعلان مني عشان اتأخرت على صلاة الظهر النهاردة؟ الشيخ صلاح قلبه طيب، هو بس حب يشد ودانك عشان ما تتأخرش مرة تانية. هو أنت ليه اتأخرت أصلا؟ ميمو يا سيدي سابني فجأة وهو مرعوب وطلع فوق الشجرة، ولما جريت وحاولت أمسكه وقع مني كيس الحبوب، وده كنت هبدله في السوق عشان أجيب أكل لجدتي. قرد شقي قوي. طب وعملت إيه في كيس الحبوب؟ لقيته؟ لا ملقيتوش، بس اللي بيضحك بجد لما عرفت إيه اللي كان مخوف ميمو، أصله قعد يشاور لي من فوق الشجرة إنه شاف تعبان كبير. ولما رحت عشان أشوف التعبان اللي رعبه ده، لقيته حبل كده مرمي على الأرض. هيا ما تضحكوني معاكو. أهلا يا شروق، كنت بحكي لسيف عن مغامرات ميمو. سيف يا سيف. حبيبة انت فين يا حبيبة؟ انا موجودة مكان ما سبتني. وحشتيني قوي ووحشني بيتنا وصوت بابا وهو بيناديني. اتطمن كل حاجة هتبقى تمام. المهم انا عندي اخبار حلوة. طيب ما تقولي. عرفت مكان رمز جديد.